السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المشاهدين. السلطة العليا راحت، الدرع وين؟ درع الفانتزي. حياكم الله مشاهدينا الكرام من كل مكان وفي كل زمان في ختام الفانتزي في برنامج الاستديو على شاشة قناة بداية. حياكم الله شباب، كيف الحال؟ عساكم طيبين، وش أخباركم؟ وصلنا الختام، من اللي عنده تعليق؟ ما حد عنده تعليق؟ تفضل جميل. زاد فضلك، أول شيء الله يبيض وجهك أبو قشران على كل شيء سويته. فقرة كانت من فكرتك زي ما كانت البليجر من فكرتك، تفردت بالفكرة، جبت لنا شيء أمتعنا. الفترة راحت، حمسنا، حمس الجمهور معنا. الله يبيض وجهك على مسيرة والله العظيم أقل ما يقال عنها عظيمة. شكرا لك أبو قشران. وسام أفتخر فيه وأتشرف فيه. جميل، أحد عندك كلام ثاني؟ نادر، في ختام الفانتزي إيش حاب تقول؟ الله يبيض وجهك يا أبو قشران، فكرة طيبة وجبارة وفكرة ممتازة، وفقرة استمتعنا فيها الصراحة، فقرة يعني تحس عليها منافسة وفيها روح المنافسة، والحمد لله. لا جدا جدا يعني ما كلام قليل فيها الصدق. برضو وسام على صدري وشرف كبير يا نادر، واتمنى ان احنا ما قصرنا معكم يوم من الايام. حد عنده كلام؟ معجب، حياك الله. أول شيء ما أزود على كلام الشباب، أنا عجبتني وقلت لك في البداية أن الفكرة في برامج الواقع جديدة، كنت أنا أعرفها كمتابع كورة موجودة ممكن أشبه، لكن تنتقل الفكرة هذه على المتسابقين مع تربطهم، أصير يعني تكاملي متسابق وجمهور، هذه جبارة. وأنا متأكد أنها أنك بتستمر في الفكرة هذه في برامج جاية.